جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال لها: هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقري فيه أثناء العذر الشهري؟ وهل تجوز القراءة على مثل الكريمات مثل الوازلين وغيرها؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تستعمل ما قرئ به من زيت أو ماء أو تمر أو خبز أو غيره، وتجوز القراءة في الأدهان جميعها، وفي الأطعمة التي يأكلها المريض، وفي الأشربة التي يشربها، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا استعمل القرآن على وجه ظهرت فيه الفائدة والمصلحة وليس فيه إهانة للقرآن الكريم فلا بأس. وقولنا ليس فيه إهانة للقرآن الكريم احتراز من ما يوجد في بعض الأواني، يكتب في بعض الأواني آية الكرسي أو غيرها من القرآن منقورا نقرا لا يزول بالغسل، وهذا لا شك أنه إهانة للقرآن وأنه لا يجوز، لأن هذا الإناء مبتذل وربما يلقى في الأرض وربما يداس بالقدم خطأ أو عمدا، نسأل الله العافية. فلذلك لا يحل للإنسان أن يكتب شيئا من القرآن على وجه محفور يبقى في الإناء لما في ذلك من امتهان القرآن الكريم.